احنا طبعا في حديقة النقابة العامة بالنسبة للصيادلة، طبعا عقدنا الانتخابات هنا في ثلاث ايام ولا حاجة، خدنا القرار. عملية الانتخابية طبعا بتجهز زي ما انت شايف، النهاردة هيبدأ التصويت، لازم النهاردة تخلص ان شاء الله، لو ساعة 2 ساعة 3 الفجر لازم تخلص مع السادة القضاة. بالنسبة للانتخابات لا، في مشاركة الى حد كبير ما كانتش موجودة قبل كده من حتى الاعضاء الصغيرين او اللي ما كانوش نشطين، وده مينلي بسبب تزايد المشاكل الفترة اللي فاتت بالنسبة للصيادلة، فالناس كلها بقت حريصة ان هي تيجي. شايف ان المجلس الجاي لازم عشان يثبت نفسه، عشان يثبت جدارته بالاصوات اللي خدها، ايا كان المرشح هو مين، الناس اللي هتفوز يعني، من اول اولوياته ان هو يحل المشاكل دي، لكن المجلس لوحده مش هينفع يحل كل حاجه، لازم يبقى فيه تعاون من الحكومة ومن الوزارة، ويبقى فيه اتفاق على الآراء ونية جادة للحل. والله نتمنى ان يكون اي حد موجود عندنا في المجلس الفترة الجاية يكون اضافة للمجلس، عندنا مشاكل كتير، انجزنا جزء المشاكل، في عندنا لسه مشاكل موجودة ومش هتخلص المشاكل. اليوم بدأ من 9 الصبح لحد الساعة 7 ان شاء الله، ده يوم كل النقابات الفرعية في كل محافظات المقر الانتخابية. النتيجة ان شاء الله يعني هو في هتكون طبعا في مؤشرات موجودة، ولكن الإعلان الرسمي هيكون من خلال اللجنة العامة للانتخابات يوم 18/3 ان شاء الله.